تذكير بأهم العناوين. دائرة صحة صلاح الدين تعلن افتتاح مستشفى تكريت التعليمي الثلاثاء، وعمليات استباقية بالقواطع العسكرية لإفشال ما يسمى غزوات رمضان الإرهابية. نعم تصويت. نعم الموافقة حاصلة. الأولى من نوعها منذ 10 سنوات. البرلمان يحدد تشرين الثاني المقبل موعداً لانتخابات مجالس المحافظات، ويمتص صدمة المعترضين على سانت ليغو قبل جلسة السبت. السودان يصف مطالب العرب السنة باستحقاق تأخر إنجازه، ويلوح بنهاية قريبة للسلاح خارج سيطرة الدولة، ويراهن على حل أزمة المياه مع تركيا. بارزاني يدعو طالباني للعودة إلى حكومة الإقليم بعد أعياد نوروز، والشمري يكشف عن خطة حكومية لإعادة القرى المهجرة في ديالا ومواصلة فرض القانون. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.